بعد ما رجعت نشوفه اكتشفنا بلي كاين علاقه قويه بينك وبين كادر جابوني. انطلاقا من استقبالك في المطار حتى من بعد شفناكم كيف في الفيديو كليب ولا الاغنيه تاع الجينيريك تاع مسلسل الخاوه، كيفاش حتى تكونت هذه العلاقه القويه؟ تلاقينا في نيويورك، كان جا هو خدام مع حسين وتلاقينا اول مره، وانا كنت قريب نهود، كنت قريب كان باقي لي بعد شهرين ولا نهود، وكنت مهود على وهران، وقال لي زعما ادخل على الجزائر خير، يجوا الصحافه يجوا كذا يجوا كذا، وتانيك لي فان كانوا جايين بيان سور اون كونتاكت في لاباج تاعي في الفان بيج تاعي، وهذه دونك دخلت على الجزائر. اخويا احنا شوف نشكروا كادر ونشكروا لوني سيدي لانه بفضلهم وبفضل شويه صمتوا عليك اللي عاودنا شفنا نصروا بهذاك الاستقبال الاسطوري، وعاودنا يعني رجع كما يقول لك العلاقه بين لي فان تاع نصروا ونصروا. تحيه كبيره لهم. تحيه كبيره لهم يا